دلوقتي جولتنا مستمرة مع حضراتكم. رايحين فين؟ رايحين سمنود عشان نشوف أعمال التطوير اللي تمت هناك، نشوف إيه اللي تم في مسار العائلة المقدسة. ودلوقتي هنتكلم عن الجامعة التكنولوجية، جامعة تكنولوجية موجودة في قرية اسمها قرية بهبيت الحجارة. هذه الجامعة هي الأولى من نوعها في محافظة الغربية. أهمية هذه الجامعة تكمن في إيه؟ تكمن في إنها بتعد خريج جاهز لسوق العمل. هذه المنطقة منطقة صناعية، وإحنا عارفين إن طنطا أو محافظة الغربية بشكل عام ايضا بتهتم بالصناعه، وتحديدا عندنا مصانع الغزل والنسيج اللي موجوده في المحله الكبرى، عندنا مصانع للمواد الغذائيه وغيرها. عشان كده الاقسام اللي موجوده في هذه الجامعه مهتمه بشكل كبير جدا باعداد خريج مدرب على الماكينات الحديثه في الغزل والنسيج والمصنوعات المختلفه والصناعات الغذائيه. بالإضافة لده كمان في بروتوكول تعاون مهم جدا عملته الجامعة مع شركة الغزل والنسيج الموجودة في المحلة، مع مضارب الغربية والدقهلية، مع شركة أو بعض الشركات الخاصة بالصناعات الغذائية وتكثيف بعض الصناعات الغذائية. ده المهم ليه؟ عشان يكون الطالب متخرج من الجامعة فاهم هو يعمل إيه، ومدرب في سوق العمل، ونازل بالفعل أثناء فترة الدراسة تم تدريبه بالفعل في أرض الواقع، يعني تم تدريبه بالفعل في هذه المصانع، فنضمن أن هذا الخريج هو مؤهل ومستعد للقيام بمهام عمله بعد تخرجه مباشرة. خلينا دلوقتي نروح نشوف تقرير مهم جدا عن الجامعة التكنولوجية الموجودة في سمنود، ونرجع نكمل فقرتنا عن سمنود. جامعة سمنود إحدى الجامعات التكنولوجية التي تم إنشائها مؤخرا في جمهورية مصر العربية. الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية إن هي تطلع خريج يلبي احتياجات سوق العمل المصري أو المحلي أو الإقليمي والدولي إن شاء الله. طالب بيشتغل عندنا هنا 2 بلس 2 سنتين، وبعدين ده بياخد دبلوم عالي، وبعد كده سنتين اخرين اللي اخد البكالوريوس، بعدها يقدر ان هو ياخد يحضر ماجستير، وبعد كده يحضر الدكتوراه، يعني بيكمل المسار التعليمي كله في الجامعه. عندنا عدد كبير جدا من طلبه التعليم الفني، يقارب 470 الف بيتخرجوا كل سنه، فده متنفس ليهم انهم يكملوا دراستهم باسلوب عملي يناسب احتياجات سوق العمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما حضرتك شايفه ده مشروع موجود في قريه، فبيحقق مفهوم مهم جدا اللي هو بيجسد مفهوم العداله التنمويه اللي بينادي بيه القياده السياسيه، في ان كل مواطن بيشعر بقيمه المشروعات القوميه دي في داخله، في اللي بيشوفه يعني.